رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله. أيها الأحبة، أيها الشابات، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمكم جميعا نرحب بالمجاهدين، نرحب بالأمين العام لحزب السيادة الشعبية أخي الأستاذ محمد الشريف نيابة عن النقيب أحمد شجاع، وهي شهادة أذكرها اليوم تصل بنا بعض الناس وطلبوا أن يساندونا ونعطوهم وزارة محددة وسفارة محددة وما قبلناش. واتصلوا بنا حزب شبابي وما ساندناش ووعدتهم نعطيهم وزارة إذا كنت رئيس. واتصل بنا جهة كبيرة، جهة كبيرة جدا في البلاد بشروط، وحب مسؤول من الأول نتلاقاو معاه وقال إذا دعمنا تفصلوا الانتخابات الفصل في الدور الأول ورفضنا حتى استقبال. فهذه شهادة لله، ساندنا إخواننا في حزب السيادة على أساس برنامج ولا على وليس على أساس مغانم أو مناصب. نلتقي اليوم وإحنا في عرس الجزائر اللي فرحونا به، مرجعيتنا من مصطفى بن بلعين وبن مهيدي وإخوانهما وهما في سن الشباب، وفرحونا به شباب وشابات 22 فبراير وهما في ريعان الشباب. وبالشباب والشابات أكرمنا الله سبحانه وتعالى، وصلنا لأعمال جوارية في أكثر من 1000 بلدية. وبالمسيرات التي تميزنا بها عن باقي الحملات في الجزائر سار معنا الشباب والشابات، والقاعة الآن مملوءة بأغلبيتها من الشباب والشابات، وأعتذر لهم أن المنصة لم يكن فيها ولا شاب ولا شابة، فهذا العذر واقبلوا مني العذر. إذن أكرمنا رب العزة بأننا نلتقي اليوم في مثل هذه القاعة وقد كانت ممنوعة عنا قبل شهور. بفضل الله ثم بحراك 22 فبراير، ولكن يجب أن نتذكر في هذا المقام أن إذا أن حريتنا بشهداء نوفمبر، وإذا نلنا حريتنا وكرامتنا وأسقطنا العصابة في 22 فبراير، فإن
القدس الشريف لا زال أسيرا من طرف الكيان الصهيوني الغاصب. ومن وصايا هؤلاء المراجع العظام أن استقلال الجزائر لن يكون كاملاً إلا باستقلال كامل الأراضي الفلسطينية، وتقام دولته الحرة على القدس الشريف. وإننا نعيش في مغرب عربي، ولا زال الشعب الصحراوي الأبي لم تطبق قرارات الأمم المتحدة في نيل وافتكاك حريته عن طريق تقرير مصيره كما جاء في لوائح الشرعية الدولية، وسنكون أوفياء لما تركه لنا شهداء نوفمبر بأنهم دوماً مع أحرار العالم وضد أي اعتداء أو أي أطماع توسعية. الشكر لقواعد الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مختلف بلديات الوطن التي وقفت معنا وناصرتنا، والشكر لعدد كبير من قياداتها، والشكر أولاً وآخراً هو لله سبحانه وتعالى، ثم لهذا الشعب الجزائري اللبي الذي احتضن بالمئات وأحيانا بالآلاف، وسوف يحتضننا بإذن الله تعالى غداً بعشرات الآلاف. بالحراك كسرنا قيود الحجرة والتهميش، ولذلك سوف يكون من شعاراتنا لا للحجرة ولا للتهميش. بالحراك أدخل الشعب الجزائري أرباب الفساد السياسي، وأدخل أرباب الفساد المالي، ومخطي من يظن بأن الجزائر ما قبل 22 فبراير هي الجزائر ما بعد 22 فبراير. ولذلك نقول من هذا المنبر إن الأمة الجزائرية الآن تعيش تمزق، تعيش وجهات نظر مختلفة، تعيش مقاربات متناقضة. منهم من يدفع نحو المرحلة الانتقالية ضد الحل الدستوري، ومنهم من اختار الانتخابات الرئاسية والبقاء في الرواق الدستوري لأنه يعلم مخاطر الجمة على سيادة هذا الوطن من طرف قوى دولية وإقليمية وقوى استعمارية لانتهاك سيادته وطننا العزيز الغالي. أي تلاعب بالانتخابات، أي تلاعب بصناديق الانتخاب، أي وصاية على الشعب الجزائري، أي تغيير لنتائج الانتخابات، نتائجها سوف تكون وخيمة على هذا الوطن. إما أن تكون انتخابات 12 ديسمبر هي الزخم الذي يبني الدولة القانونية، الدولة القوية تحت رقابة الشعب،
وإما أن تنهار سيادة الوطن وينهار متانة الجبهة الداخلية بين كل القوى المجتمعية. ولذلك نهيب بالعقلاء في السلطة وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية بأن تواصل مرافقتها للحراك بضمان نزاهة الانتخابات من تزوير العصابة. وقد قلت شروط نزاهة الانتخابات خمسة: أولاً، أن يستمر الحراك الملايين السلمي الحضاري الغير مؤدلج. ثانياً، أن تؤدي السلطة الوطنية أدوارها كاملة دون نقصان. ثالثاً، أن يقوم الإعلام بكشف حقيقة ما يجري. رابعاً، أن يهب الشعب الجزائري هبة رجل واحد لاختيار من يمثله ولحماية الصناديق يوم 12 ديسمبر. خامساً، أن تستمر المؤسسة العسكرية في حماية خيار الشعب من تزوير العصابة. سقط اثنين من الشروط وبقى ثلاثة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الثلاثة كي نضمن نزاهة الانتخابات. من هذا المكان أحييك يا والي الولاية التي تم الاتصال بك من أجل ملء القاعات لأحد المترشحين ومن أجل التزوير ورفض. وأحيي والي الولاية الذي اتصل به من أجل التزوير ضد عبد القادر بن قرينة ورفض. وأحيي المسؤولين على القاعات اللي طلب منهم في تجمعات عبد القادر بن قرينة قطع الانترنت من جهات رسمية ورفضوا. وأنا مسامح لك يا مدير قاعة واد سوف، مسامح لك دنيا وآخرة، لأن القرار مش قرارك، وعارف الجهة اللي أعطتك تعليمة وقطعت الانترنت حتى لا يبث البث المباشر. نحن نعيش عصر المعلومة وتعميمها. لقد أبلغنا أنا وغيري السلطة الرسمية، السلطة الوطنية متمثلة في رئيسها، لعدد من الولاد هاو يفهم روحه الوالي نتاع الشرق الجزائري، وها يفهم روحه نتاع الوالي الكبير نتاع الهضاب العليا، وها يفهم روحه نتاع بوابة الغرب. وبلغنا السلطة الوطنية وتعهدوا بفتح تحقيق ورفع دعوة قضائية. أذكروا السلطة القضائية اليوم باستعجال رفع الدعوة القضائية ضد هذه الولات اللي سميناهم نحن ثلاث مترشحين، والأدلة عندنا بالصور وأحياناً بالصوت للتزوير من أذن مترشح واحد. نقولوا لهذه الولات ما يغركمش كائن من كان، هذا مش 50 سنة ولا 40 سنة، هذا عنده يومين كان الحاكم بأمر الله في الجزائر سعيد بوتفليقة. وشكون اللي قدر يحمي سعيد بوتفليقة من سطوة الشعب ومن حراك الشعب؟ وشكون اللي قدر يحمي حمد ويحيى من حكم الشعب؟ وشكون اللي قدر يحمي سلال ولا حداد من حكم الشعب؟ هاني ننصحك نصيحة لله يا هذه الولات اللي ذكرتهم والولات اللي قدموهم زملائي الآخرين، اثنين مترشحين احنا في ثلاثة وذكرناهم للسلطة المستقلة. رانا نقول لك خذ الدرس من سعيد بوتفليقة، كل واحد هرب عليه،
خذ الدرس من سي أحمد ويحيى، خذ الدرس من سي سلال، خذ الدرس من سي حداد، خذ الدرس من أرباب الفساد السياسي والفساد المالي، فإنها بعد الانتخابات راح يخلوك وحدك تواجه مصيرك وتدخل السجن وتموت في السجن ويقعد ولادك إتامة ما تسمح حتى الواحد وما يكذب عليك حتى واحد. قيادة المؤسسة العسكرية توفت وتعهدت أمام الله وتعهدت أمام دماء الشهداء وتعهدت أمام الشعب الجزائري بأنها لن تزور الانتخابات. كيف هو يصرح بفمه ويقول ما نزورش، ويجيك انت يا واحد في الوزارة ويقول لك زور، ولا يجيك شامبيت ويقول لك زور، وتسمع للشامبيت وتخلي الفريق وما تسمعلوش. ما لا من هذا المكان أطلب ما طلبناه البارحة ونحن ثلاث مترشحين من رئيس السلطة أن يفتح تحقيق عاجل ويرفع دعاوى قضائية، والأدلة جاهزة عندنا لهذه الولايات اللي طلبوا من الناس ملاوا القاعات لبعض الناس وطلبوا منهم باش يزوروا الانتخابات، بل زادوا أكثر من ذلك، داروا خطوط نتاع انترنت جديدة بينهم وبين رؤساء دوائر و حسابات إلكترونية جديدة من أجل تزوير الانتخابات، وهي ليست شاملة وليست عامة، وإنما ناس عشوا في التزوير والفساد ومصيرهم مربوط بالعصابة. كل من اعتاد على عبد القادر بن قرينة حتى ولو كان زور ضدي راني مسامحه دنيا وآخرة، راني مسامحك اللي زور ضدي راني مسامحه دنيا وآخرة، واللي عرق الحملة نتاعي راني مسامحك دنيا وآخرة، واللي اعتاد على أرضي راني مسامحك دنيا وآخرة، ولكن اللي فسد الحياة السياسية وفسد الحياة الاقتصادية وسرق فرحة الجزائريين وسرق ثروة الجزائريين، هذا ما هو مالي وهذه ما هي أصواتي، هذا حكم العدالة سوف يقتص منك كائن من كان أيها الإداري، فانظر إلى نفسك وما يغرك حتى واحد من أي كان من المسؤولين أو من الوزراء أو أي جهة أخرى. إما أن ننطلق بعد 12 ديسمبر في دولة جزائرية جديدة نبنيها معاً كجيل استقلال، وإما لا قدر الله تنتكس هذه الإرادة وسوف نعود إلى مربع نسأل الله أن يحقن فيه أعراض الجزائريين وأن لا ينزلق فيه الأمر إلى مواجهة غير محمودة العواقب مع مكونات السلطة. لا نريد لوطننا إلا السلامة، لا نريد لوطننا إلا الخير، لن تمتد يدنا إلى أي جزائري، لن يطول لساننا لمس عرض أي جزائري أو التنابز مع أي جزائري، لن نستعمل أي لفظ أي عنف لا لفظي ولا جسدي، ولكننا نحذر ونحذر، فإن الاحتقان الذي نعيشه الآن لا يسمح لنا بالتلاعب بمصير صناديق الانتخاب. المؤمنون أيها الإخوة عند شروطهم، واللي حاب ينتخب على برنامج عبد القادر بن قرينة لازم يعرف وما يقولش من بعد راني خدعتني، والرائد لا يكذب أهله. لازم تعرف باللي المشروع اللي راني نص عليه في البرنامج تاعي هو مشروع نوفمبر. لازم تعرف مرجعيات اللي راني معتمدها عندما نكون رئيس جمهورية هي مرجعية الحركة الوطنية
هي مرجعية المدرسة الإصلاحية، هي مرجعية نوفمبر 54. لازم تعرف الرجال القدوة في ممارسة عبد القادر بن قرينة كرئيس للجمهورية، عقبة بن نافع، الأمير عبد القادر، رجالات الحركة الوطنية، الإمام بن عبد الحميد بن باديس، بن بولعيد، مصطفى بن مهدي، مصطفى بن مهدي، مصطفى بن مهيدي، وإخوانهم الستة وإخوانهم 22. هذه هي هذه هي المراجع، وهذه هي الشخصيات التي سوف أقتبس أثرها لقيام الدولة الجزائرية الجديدة. الدين هو الدين الإسلامي الذي ضحى من أجله من 300 رجل من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين فتحوا هذه البلاد مع سيدنا عقبة بن وافع. ولذلك قلت عندما أكون رئيس الجمهورية تكريماً لهذا الرجل، المسجد الكبير سوف يكون باسم عقبة بن نافع رضي الله عنه. نظام حكم جمهوري ديمقراطي يستمد شرعيته من الشعب الجزائري ولا للممارسات السابقة. يكرس مرجعية أول نوفمبر والمراجع التي تكلمت عنها سابقاً. لغته اللغة العربية، والتي تعهدت أن أعمم استعمالها من الأسبوع الأول في معاملات الدوائر الرسمية وكذا المعاملات الخاصة في كل التراب الوطني. ترقية اللهجات الأمازيغية لتصبح في مصف اللغة، وأنا لا أستطيع أن أحدث فتنة بين الجزائريين، لدينا 17 لهجة، لا أستطيع أن أفضل لهجة عن لهجة أخرى، ولكن ألتزم بترقية اللغة أو اللهجات الأمازيغية حتى تصير لغة في هذا البلد. سوف أكون منفتحاً عن ثقافة الغير، ومن اللغات التي يجب أن نعتمدها بكل موضوعية وبكل واقعية لغة العصر ولغة العلم، وهي اللغة الإنجليزية. وهذا لا يعني أننا نستغني عن تعلم الفرنسية، سوف نتعلم الفرنسية ونتعلم الصينية ونتعلم البرتغالية ونتعلم التركية ونتعلم الألمانية وأي ثقافة قوم نستعملها. ولكن أن تطغى أي لغة كانت، فرنسية أو إنجليزية أو تركية أو ألمانية، صينية، روسية، برتغالية على اللغة الوطنية، لا ولم تكن نستعمل هذه اللغات من أجل تعلم ثقافات الغير، من أجل تعلم العلم، من أجل متابعة التكنولوجيا، من أجل متابعة التطور، ولكن ليس أن يخاطب المسؤول الجزائري الشعب الجزائري بلغة الغير. فلذلك قانون استعمال اللغة العربية الذي جمده الرئيس بوتفليقة سوف أعيد تعميمه في الأسبوع الأول بإذن الله تعالى عندما أمسك هذه الدولة. ومن مكملات هذا القرار كما أسلمت أن اسم الفخامة راح ننزعه، خاطبوا أخوكم باسم الأخوة كما كانوا يخاطبوا به بن بولعيد وكما كانوا يخاطبوا به بن مهيدي وغيره من الشهداء.
صورة الرئيس اللي طلبتهم قلت لهم شحال تخسروا عليها وما حبوش يقولوا لي يخسروا عليها مئات الملايير راح نحا ندير صورة واحدة ثابتة نتاع بيان أول نوفمبر اللي مدوه للآن المجاهدين واللي ما نزلتش في ولاية من الولايات وما عطاونيش بيان نوفمبر. أنتم تشوفوا هذا الشعب اللي جاي للحملة الانتخابية وفي كل ولاية عطاني بيان أول نوفمبر نخون هذا البيان؟ أبداً ما تعودناش نخون العهود ومش في نهاية عمرنا نخون العهود ومش في آخر سبولة نقطع أسبوعنا. الولاء الولاء لا يكون إلا للوطن ثم لهذا الشعب، إلا لمؤسسات الدولة. لا يكون الولاء للأشخاص مهما علت رتبتهم، لا ولاء لرئيس الجمهورية ولا ولاء لأي وزير كان، ولا ولاء للوالي، ولا ولاء لرئيس بلدية ولا لرئيس دائرة. الولاء للوطن والولاء لهذا الشعب والولاء لمؤسسات الدولة الرسمية لا للأشخاص. وحدة الشعب الجزائري مقدسة، وحدة الشعب الجزائري مقدسة، تماسك نسيجها المجتمعي مقدس. لا يمكن أن نطعن في وحدتنا في هذا مزابي وهذا شعبي، في هذا قبائلي، في هذا شاوي، في هذا أسود، في هذا أبيض، في هذا عربي، في هذا شلحي، في هذا بربري. كل الجزائريين سواسية إخوة، وحد بينهم الدين، وحد بينهم المصير المشترك، وحدت بينهم قيم نوفمبر، وحد بينهم العدو المشترك. دينهم واحد، ربهم واحد، لغتهم واحدة، رايتهم واحدة. ولذلك الذي تمتد يده أو يمتد لسانه أو يمتد أو تمتد أي حركة منه لتمزيق وحدتنا الداخلية، نسيجنا المجتمعي، وحدة هذا الشعب، سوف تمتد يد العدالة بالقصاص عاجلا دون تراخي وعلى الفور. تمتين الجبهة الداخلية متماسكة كما تماسكت بعد 22 فبراير تحت شعار جيش شعب خوخة، جيش شعب خوخة. إذن قلت تمتين الجبهة الداخلية لأن كلما كانت الجبهة الداخلية متينة ومتراصة بين الشعب وبين العمود الفقري للدولة الجزائرية الجيش الوطني الشعبي ومختلف إسلاك الأمن، كلما لن يقترب مهما كان شخص يمتلك السلاح الكيميائي ولا يمتلك السلاح النووي ولا يمتلك الصواريخ العابرة للقارات ولا يمتلك السلاح المدمر الفتاك. فإنه إذا كانت جبهتنا الداخلية متماسكة متينة فإنه لن يزل أرى أحد أن يمس بأمننا، أن يمس باستقرارنا، أن يتقدم ولو مليمترات في جغرافيا الدولة الجزائرية. ومن المكملات التي نسيتها أسمي قصر المرادية بقصر مصطفى بن بلعين رضي الله عنه. قد توعد أيها الإخوة وأؤكد وعودي بأنني سوف أجري حوار شامل، هذا الحوار غير إقصائي من أجل تمتين الوحدة الداخلية، من أجل الوقوف في التهديدات الخارجية، من أجل
أن تبقى الجزائر دولة محورية قائدة في محيطها الإقليمي ومؤثرة في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل حماية أمننا واستقرارنا، من أجل عزة شعبنا، من أجل رفاهية المجتمع، بعقد سياسي وعقد اقتصادي وعقد اجتماعي يلتزم بهم رئيس الجمهورية مع الشعب قاطبة وليس مع أي جهة أو نخبة أو جمعيات أو أحزاب. دولة قوية تحت رقابة الشعب، إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وصيانة للأمن القومي، تقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيم الحياة السياسية والمجتمعية، ترقية المصالحة الوطنية من أجل أن يأخذ ضحايا المأساة الوطنية حقوقهم كاملة دون نقصان. دعم طبقات الهشة والفقيرة والمعوزين والمعاقين، واللي هم الآن راهم قرابة أكثر من 900,000 جزائري وجزائري. الرفع من الأجور بتخفيض وإلغاء اليرجي، الرفع من السميك وفتح الاستثمار وتحسين البيئة، تسوية العقار الفلاحي والصناعي من أجل إحداث ديناميكية اقتصادية، توزيع الأراضي الزراعية، دعم لونساج لا سيما في مجال الزراعة وحل مشاكله، عطلة الأمومة التي تكلمت بها، والمرأة الماكثة في البيت عن طريق صندوق الحرف والصناعة التقليدية، ورفض الحجرة والتهميش وإهانة الجزائريين سواء في داخل الجزائر أو في خارجها، إدماج الجالية الجزائرية تربية وتعليم وتكوين عن طريق مدارس جزائرية في الأقطاب التي توجد فيها جالية جزائرية خارج هذا الوطن. إذن قلت وباختصار، المؤمنون عند عهودهم، هذه العهود أو جزء من العهود التي تعهدت بها، وسوف أكون بإذن الله تعالى وفيا لها، سواء في السكن، سواء في الجانب الاجتماعي، سواء في الجانب الاقتصادي، سواء في الحكومة الشبابية اللي تعهدت أننا ندير فيها حكومة شبانية، في كل العهود اللي تعهدت منها أكررها وأؤكدها في هذا اللقاء المركزي والذي يليه لقاء مركزي غدا بإذن الله في مدينة ورقلة. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.